بعد انتصارات العرب المسلمين في عدة معارك مهمة في بلاد الشام، قرر هرقل أن يقوم بعملية انتقامية كبرى، فنظم حملة كبيرة تتألف من مجموعات عسكرية من الروس والسلاف والفرنجة والروم واليونان والجورجيين والأرمن والعرب النصارى. وقسمت الحملة 5 جيوش ضخمة، كان قادتها ماهان ملك أرمينيا وقناطير وغريغوري وديرجان وجبلة بن الأيهم زعيم العرب الغساسنة، حيث يتحرك جيش قناطير على طول الساحل الغربي حتى دمشق، ويسير جبلة من حماة إلى حمص باتجاه الجنوب، ويتبعه جيش ديرجان قادما من حلب، ويتقدم جيش غريغوري من الشمال الشرقي باتجاه حمص، ويبقى جيش ماهان كجيش احتياطي. فكان القرار تحكيم انسحاب جميع جيوش المسلمين نحو الجنوب تجنبا لمواجهات منفردة مع جيوش الروم. وهكذا تجمعت جيوش المسلمين في وادي اليرموك، حيث التقت هناك جيوش هرقل البالغ تعدادها 150,000 مقاتل، وبدأ الطرفان الاستعداد للمعركة الفاصلة، وهي المعركة الكبرى التي وقعت بين جيوش المسلمين وجيوش الروم. نريد أميركم لنجتمع به. اتبعوني.
هل توصلتم إلى اتفاق؟ لا، لم يبقى إلا القتال. عسى الله أن ينصرنا عليه. ونعم بالله. خالد، ابرز إلي يا خالد، أنا جرجة. خالد، أخبرني وأصدقني، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ لا. فبما سميت سيف الله إذن؟ إن الله بعث نبيه فينا فدعانا فنفرنا منه ونعينا عنه، ثم إن بعضنا كذبه وبعضنا صدقه فكنت في من كذبه، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يا خالد، إلى ما تدعون؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. فمن لم يجبكم؟ الجزية، ونحميهم مما نحمي. أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فإن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على أبي بكر الصديق العامل بالحق اللين الوادع الحكيم. وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تعلم، ولا تبعث سرية إلا في جماعة كبيرة من الناس. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فاغضض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان من قبلك. رحم الله أبا بكر، هذا الخبر سيؤثر في همة الجنود إذا انتشر بينهم. معاذ، لم يعرف أحد سواك. وخالد؟ لن أخبر خالدا بالأمر إلا بعد انتهاء المعركة، كي لا تحدث أي بلبلة في صفوف الجند. ألا ينهون التحرك هذا اليوم؟ ربما ينتظرون أن نبدأ نحن الهجوم. لن نمنحهم هذه الفرصة. هل من أخبار جديدة يا أبا عبيدة؟ لا لا، لا توجد أخبار. أنا القائد جريغوري، فليخرج إلي قائدكم. يا خالد، بل أنا من سيخرج إليه. أتسمح لي أيها القائد؟ عليك به.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، لقد أفلحت خطة خالد.